التالت يا جماعه بقى في الجواز، وده اللي احنا عايزين نتكلم عنه، الناس اللي بتتجوز لمجرد انه لازم تتجوز دلوقتي، ولمجرد انه الاهل ضاغطين علشان لازم يتجوزوا دلوقتي، ولانه السن لازم نتجوز دلوقتي، ولانه الخلفه لازم نتجوز دلوقتي عشان نخلف دلوقتي. يعني هناك نوع تالت. ايه المشكله للناس اللي بتقرر انت شايف ان مفيهاش مشكله؟ مفيهاش اي مشكله على فكره. رايك هو في حاجه من اتنين، يا اما انا هضغط عليكي علشان تتجوزي وانت ساعتها هتوافقي فتتجوزي، ولا انت من نفسك خايفه من اراء الاهل، اراء الاصدقاء، اراء وانا كده هكبر وانا كده لا لازم اتجوز انا. انت فاهم قصدي؟ هل ضغط للنصيحه، ولا انت مع نفسك علشان بتعملي اعتبار للاخرين؟ لا ما هيفضل في السب كونشس بقى، ما هو انا هفضل، الناس هتفضل تقول لي اتجوزي اتجوزي اتجوزي، ده لو انا او مثلا جابوا لها عريس، فالشخص ده كويس اتجوزيه، الشخص ده كويس اتجوزيه، فهتلاقي نفسها ابتدت خلاص مضغوط عليها، مضغوط عليها وعايزه تتجوزه علشان خاطر تخلص. لا ما هو الزن على الودان، تقتنع. الزن على الودان امر بالسحر يا سامح. خلينا نتفق، انا قاعد اقول لي لازم تتجوز، وكانت نصيحه ايجابيه على فكره، كنت 36 لازم اتجوز، بس مش لازم اتجوز علشان انا كبرت ولازم اتجوز، لا. انت فاهم قصدي؟ هم بينصحوني، لان انا ممكن في ناس يا شيري حتى دلوقتي رندا خايفين من فكره الجواز والمسؤوليات والبتاع، فلازم حد ينصحهم نصيحه ايجابيه، مش 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 انت تنخدعي. انا فهمتك، انت عايز تقول انه وفي واحد بيبقى عنده رعونه، هو مطيور، هو لازم حد يوجهه. انت بتقول التوجيه ده صحي، وساعات بيظبط لنا البوصله، وساعات احنا بنبقى تايهين، وساعات احنا بنبقى خايفين. بس انا مش قد نصيحه انصحها لحد اقول له اتجوز فيتجوز فيلاقي نفسه ما كانش مش مؤهل اصلا انه يتجوز نفسيا. فاجي انصح واحده انها تتجوز تروح تتطلق بعدها، تبقى كارثه. فاهم قصدي؟ او يعني تخلف وتتطلق، او تخلف. ما هي يا رندا على حسب هي سمعت كلامي ازاي. هي سمعت كلامي وخلاص، اللي هو اتجوزي فلان فاتجوز فلان وخلاص، ولا النصيحه ممكن خلاص انا فتحت لها باب لازم تتجوزي، او لازم تتجوز، انت لازم الحياه تستقر، ولازم مش عارف ايه، لازم يبقى في بوصله. معلش، وممكن مره واتنين وتلاته يرفض وبعد كده. لا بس إيه؟ كثير من الضغط مش حاضر اتجوز وخلاص. لا طبعا، لا، كثير من الضغط بيمارس على اولادنا شباب او بنات من باب ان انا بنصحهم، انا خايفه عليها والله. بالظبط، ده بيكبر وهتبقى لوحدها، اهو حد يسندها، اهو راجل يبقى مش عارف ايه، اهو عيل يبقى مش عارف ايه. كل دي ما تيجي تسال الاباء والامهات والخالات والعمات يقول لك والله انا خايف عليها، والله انا بنصحها. بس الحقيقه انه ده ضغط كبير جدا بيقع على البنات طبعا في المقام الاول، والرجاله برضه. والضغط ده انت ممكن تكون بتستحمله، غيرك ما يستحملوش، ما يستحملش منه جمله. دي سنس بقى. انا بتكلم في المطلق، ان عادي ان احنا ننصح بعض نصيحه ايجابيه مش نصيحه وحشه، علشان الاهل بس اللي هم بيبقوا شايفين ولادهم يعني، لا لازم يوجهوهم بس مش يكرهوهم. انت فاهم قصدي؟ واتش ات.